تولز ويل كان على طول بيتابع معانا سنه بسنه ودفعه بدفعه، يجي مصر وكان بيجتمع معانا في المقر اللي في جاردن سيتي. وطبعا احنا بوفد تولز ويل خساره كبيره جدا، بس احنا الطريقه ديت هتبقى الامانه اللي احنا هنكمل بيها بعد كده. بدعي كل الناس بكره تيجي في المقر الجديد وعشان الجنازه الشعبيه الساعه 12 ان شاء الله. ده تعديل. طب ما تخليه معايا كلاب ده. فين هو؟ كان اولا بيزورنا في السنه على طول، بينزل يطمن علينا، بيقعد معانا، يعني مبيبقاش في بينا اي رسميات، طبعا غير طبعا الاحترام، بيسالنا دايما في الاخر بتشتكي من ايه؟ فيمكن دي حاجه كفايه جدا تخلي يعني نحبه، يعني نحبه في المقام الاول قبل ما يكون اي حاجه. في المقام الثاني هو دكتور احمد زويل، يعني هو العالم الامه كلها اللي حصل عليها في نوبل، ربنا يرحمه ويرحم المؤمنين. كانت المسؤوليه علينا احنا كبرت، ربنا يجازيه عننا احنا خير، احنا اللي مكملين، دي مسؤوليتنا الكبيره احنا. فيعني احنا هنحاول ونعافر اكتر واكتر. تكريما بس للراجل ده ان هو اخر وصيته، يعني اخر وصيه كانت ليه كانت اهتموا بمشروعي واتمنوا في مصر. فيعني احنا ان شاء الله هنكون مشروع. دكتور زويل ما رحلش، دكتور زويل عايش جوانا وعايش معانا. هو راجل ساب فينا اثر كبير جدا واحنا كلنا اولاده، والراجل ده فضل علينا كبير جدا جدا جدا. بس يعني دكتور زويل كان فضله، يعني هو من زمان هو بيحاول يعمل. تعاملت معاه شخصيا؟ شخصيا لا، بس كلنا تعاملنا معاه، يعني جالنا ادانا حضره وعملناه ثلاث اربع مرات. كان على طول كلام معانا، انتوا العمل في مصر، انتوا شباب مصر اللي هيرفع البلد دي. هو حسسنا ان البلد دي فعلا فيها عمل، وان البلد دي ممكن نعمل فيها حاجه. يعني